جيب لنا ربطة خبز من هالدكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض، اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، وبنتكلم فيها عن العمل في دول الخليج والهجرة إلى بريطانيا وأمريكا. فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر. اليوم بدي أتكلم لك عن الدكاكين في قطر. لا تنسى الهاند ووشنج، البس الجلوفز، هات الماسك وتفضل معي. الدكاكين في قطر بتلاقي فيها كل إشي، فيها أكل، شرب، قرطاسية، ألعاب، إكسسوارات، موبايلات، ممكن تلاقي أحذية وملابس أحياناً، لوازم الرحلات بتلاقي الفحم والأشياء هاي، ممكن تلاقي قوارير للمي للكولر، وممكن تلاقي جرات غاز كمان. أغلب الدكاكين هاي بتفتح لساعات متأخرة، بتضل 12 للوحدة إذا بدك. ملاحظة، كل المحلات في قطر بتسكر يوم الجمعة وقت الصلاة، فإذا بدك إشي بين 11:30 و12:30 مش راح تلاقي حدا فاتح. لما تروح على الدكان ممكن تدفع كاش وممكن تدفع ببطاقة البنك. أغلبية الدكاكين بتوصل للمنازل، بكون عنده بسكليت ومركب في البسكليت من وراء زي سلة، بدك جرة غاز، بدك قارورة للكولر، بوصل لك إياها لباب البيت، والتوصيل مجانا، وبركب لك جرة الغاز وبطلع. الحلو في الدكاكين هون إنه المعاملة عندهم جيدة جدا، يعني بتحملوا الأطفال، ما حدا بقول يلا يا ولد ضلكش تنقل ضلكش تخرب في البضاعة. الأكياس عندهم ببلاش، ما في شيء اسمه أعطيني قرش ونص حق الكيس. النقطة اللي عجبتني، ما حدا بزعل إذا اشتريت من دكان ثاني. أنا كنت متعود في عمان إذا بدي غرضين، الأول مش موجود إلا بدكان والثاني مش موجود إلا بدكان ثاني، كنت أشتري الغرض وأروح أخبيه في البيت وأطلع الدكان الثاني، لأنه لو شافني حامل كيس فيه أغراض من دكان ثاني راح أقول له روح على اللي باعك اشتري منه. لو كان معك سيارة وأغراضك كثير راح يحمل معك ووصل لك إياهم لباب السيارة. نقطة حلوة بتعجبني، لو اشتريت إشي بارد أو مجمد مثلا آيس كريم ولسه بدك تلف في الدكان وتنقي، راح يأخذها منك وحطها في كيس وحطها في الثلاجة عشان ما تذوب وانت قاعد بتنقف الأغراض الثانية. تقريبا كل الدكاكين فيها خضرة وفواكه، فلو انت بتختار مش راح أقول لك انت ليش نقيت أحسن إشي وخليت لي البرارة، مين بده يشتريهم هذول. لا بالعكس، ممكن يفوت على المستودع تجيب لك كمان بوكس جديدة وقول لك نقي من هاي أجدد اليوم إجتنا. في بعض الأحيان لو ظل عليك ريال أو اثنين أو مبلغ بسيط بقول لك عادي خليه للمرة الجاية، بتجيبهم مع بعض. ولاحظت في بعض الدكاكين في ناس بتأخذ بالدين وعنده دفتر بسجل في ديون زي عنا عادي. لو بدك خط للموبايل في خطوط موبايل، بس بتعطيه الهوية بصورها بتلفونه ببعتها للشركة وخلال دقائق بكون الخط صار باسمك. فالدكاكين هون ممتازة جدا، الخدمة فيها ممتازة جدا، التكييف موجود طبعا، وتجربة فريدة بنصح الكل انه يجربها. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.